بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعين الكرام؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وتمام العافية. إن شاء الله اليوم هذا الفيديو راح أحكي لكم عن شنو اللي يعني اللون اللي موجود على ظهر معجون الأسنان، اللي هو هذا. دائما نشتري معجون أسنان ونشوف عليها ألوان أزرق أحمر أسود، ونادرا ما نشوف أخضر. طبعا بنتي الكبيرة صار عندها بحث بدرس العلوم، فالمدرس انطاهم معلومة عن شنو تعني هاي الألوان على معجون الأسنان، وفعلا بحثنا بالجوجل وشفنا أنه المعلومة اللي انطاهم إياها صحيحة 100%. طبعا هذا كريست نفس الشركة صانعته، وشوفوا هذا عليه لون أحمر وهذا عليه لون أزرق. بالنسبة للون الأحمر اللي يكون على معجون الأسنان، يعني معناها هذا معجون الأسنان مصنع من مواد طبيعية ومركبات كيميائية. وإذا كان لون أزرق فمعناها يكون هذا معجون الأسنان مصنع من مواد طبيعية ومواد طبية، يعني لصحة اللثة لصحة الأسنان. وإذا كان أسود، وطبعا أنا ما عندي الأسود ولا أجيبه بالبيت، فيكون مصنع من مواد كيميائية 100%. بس ما أعتقد كريست، أكو يعني غير شركات تصنع. وإذا كان عليه لون أخضر فمعناها مصنع من مواد طبيعية 100% وجدا فعالة بصحة الأسنان وصحة اللثة. بس الأكثر شيء متداول بالأسواق هو اللي عليه لون أزرق أو لون أحمر. وأنا دائما الأطباء طبعا هنا ينصحوني باستخدام السنسوداين، لأن بمواد طبية تعالج التهابات اللثة والأسنان الحساسة. طبعا هذا مو إشهارة للمنتج، بس أنا يعني كنصيحة من طبيب الأسنان دائما تنصحني بالسنسوداين. إن شاء الله تكون هاي المعلومات اللي قدمتها اليوم مفيدة للجميع، لأن صحة الأسنان جدا ضرورية، والإنسان إذا فقد سن فبعد الصعوبة يقدر يرجعه. ودائما حاولوا تبتعدون عن شراء معجون الأسنان اللي يحتوي على اللون الأسود، العلامة السوداء اللي بتكون بالظهر، لأن هذا مواد كيميائية وتأذي الأسنان واللثة. إن شاء الله تكون هاي المعلومات مفيدة للجميع وتستفادون من عدها، والكل إن شاء الله ينعم بالصحة والعافية. وألتقيكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.